احنا ما وصلناش للي وصلنا له من موارد اقتصادية الا بثمن غالي، ثمن غالي وكفاح مرير من كل المحامين، مش بس من نقيب المحامين، من كل المحامين، من مجلس النقابة العامة، من النقابات الفرعية، ان احنا نصل الى تنقية، الى هذا المستوى من التنقية. لا، احنا نزلنا النهاردة. عدد المحامين اللي موجودين في الجداول اللي مسددين الاشتراك 2019 بما فيهم الجدول العام 200 ألف كانوا قبل كده 450 و 550 و 600 وكلام من هذا القبيل. انتهت عصر انه من يحمل كارنيه، كل من يحمل كارنيه المحاماه يبقى محامي. لا، كل من يشتغل بالمحاماه محامي، كل من يعمل بالمحاماه محامي. وانه موارد النقابه دي ما بيضخهاش الا المحامي المشتغل. اللي انا بتكلم عليه اتعاب المحاماه اللي انا بقولها دلوقتي والدمغه اللي انت بتدفعها والرسوم التصديق اللي انت بتصدق بيها دي اللي بيقدمها وبيضخها المحامي المشتغل. ليه واحد تاني مش مشتغل قاعد في بيتهم او قاعد بره او بيشتغل في حاجه تانيه يجي ياخد زيك بالظبط؟ ليه؟ في ترضخ انت وريث في تركه، يجي لك واحد مالوش بره الاسره يخش معاك يقسم معاك في التركه؟ انت عامل شركه انت وشركاء، كل واحد فيكم دفع سهم، يجي واحد ما دفعش يقول لك انا شريك معاك واديني كمان سهم زي اللي انت بتاخده؟ احنا يبقى سفه. احنا انهينا هذه المرحله، انهينا مرحله السفه في التعامل والمجامله المقيته اللي كادت ان تدمر نقابه المحامين. ونجحنا باراده المحامين وبصبر المحامين وبكبد المحامين. المحامين الكبار اللي انتم شايفينهم حواليكم دول هم اللي ساعدوني لما التزموا بضوابط القيد والقبول ولم يتعالوا عن تقديم ادله الاشتغال اللي قدموها علشان يفسدوا على غير المشتغلين فكره انه ما احنا ما نقدمش ادله الاشتغال. طب ما لو كل لو انت ما قدمتش وانا ما قدمتش، طب ما غير المشتغل هيتصرف ويقدم يعمل زيك بالظبط. مش هتبقى بشهاده شهود، مش هتبقى بالكلام المجامله. احنا عملنا انجاز غير مسبوق في تاريخ نقابه المحامين، احد احلام نقابه المحامين. شوفوا في كل الانتخابات كنتوا تسمعوا من البرامج الانتخابيه تنقيه الجداول، كل اللي رفعوا شعارات انتخابيه بالتنقيه وقفوا قدامنا بالمحاكم وفي القضايا وفي ساحات النقابه يهتفوا بسقوط نقابه المحامين علشان نقينا الجداول، لانهم بيساندوا غير المشتغلين بوضوح بالظبط زي اللي بيساند حمله الدبلوم من التعليم المفتوح علشان ينضموا لنقابه المحامين. لما احنا منعناهم وانتصرنا عليهم اللي كان واقف لنا مش هم بس، مش بس بتوع الدبلوم، لا، اللي كان واقف لنا الانتخابيين اللي عايزين يكسبوا الصوت الانتخابي باي ثمن. انتهازيه انتخابيه غير مسبوقه في انك عايز تزايد باصوات غير مستحقه علشان تخلق لنفسك واقع وتنجح بغير اراده المحامين. لا، المحامين اسقطت كل هذه القيود ونجحنا وانتصرنا رغم كل اللي حصل لنا. احنا اتعمل ضدنا كل حاجه، اتعمل ضدنا كل حاجه بما فيها انه نقيب المحامين صدر ضده حكم بالحبس 3 سنين علشان يذعن وعلشان يقبل انه يدخل واحده واخده دبلوم تطريز وخدت تعليم مفتوح علشان تخش نقابه المحامين. قلت لا، انا اتحبس ولا اقدم هذه المحاوله، ولا هذه 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 الطلبات، ولا اقبل على المحاماه ان تصل الى هذا الحد والى هذا المستوى. احنا مش اقل، انتم مش اقل من القضاء ولا القضاء، ولا اقل من النيابه واعضاء النيابه، ولا اقل من الضباط، ولا اقل من اساتذه الجامعه اللي كانوا بيحرضوا ضدكم من خارجنا من الجامعه. وانا كنت حكيت لكم قبل كده انه عميد كليه الحقوق في احدى الجامعات من اللي كان بيتخرج تعليم مفتوح اتصل بيا وقال لي ليه يا استاذ فلان انت ما خدتش الناس دي في التعليم المفتوح؟ قلت له لان دول ما خدوش حاجه. قال لي لا، ده في ناس متفوقه، ده في ناس واخده امتياز. قلت له يا سلام. قال لي اه. قلت له طب تقدر انت تاخد الامتياز ده وتعينه عندك معين؟ قال لي لا ما اقدرش. قلت له اشمعنى انا؟ وانا الحيطه المايله بتاعتكم انت تبني وانا اشيل؟ لا يا باشا، انتوا عملتوا مشروع اقتصادي استثماري، احنا اسقطنا المشروع ده يا اخوانا. نقابه المحامين هي اللي اسقطت نظام التعليم المفتوح الان اتلغى،
اتلغى لان المحامين قالت لا، والقضاة انتصروا لنا وقعدوا يقولوا احنا بنشكر المحامين ان هم بداوا بالتصدي لهذه الحمله، لان احنا كنا واضحين، احنا كنا بندافع عن نفسنا، احنا كنا بندافع عن العداله. ما ينفعش يعني نفرم الليسانس في 4 اسابيع في 4 شهور في السنه لعمله الدبلومات علشان يجي يتقيد في نقابه المحامين ويجي يركب نقابه المحامين ويشارك المحامين في مدخولات نقابه المحامين وياخد معاش زي اي حد وياخد علاج زي اي حد. لا، احنا رفضنا الهزيمه وانتصرنا، والحمد لله نقابه المحامين الان فخوره بهذه المعارك اللي احنا خضناها، واحنا مش هنتراجع تاني لا عن ضوابط القيد ولا عن شروطها ولا عن تجديدها ولا عن اشتراط الاشتغال الفعلي بالمحاماه كشرط لاستحقاق اي خدمه نقابيه. اللي ما بيشتغلش الله يكرمك، اللي ما بيشتغلش ملوش عندنا حاجه، ملوش عندنا في نقابه المحامين حاجه، نقابه المحامين للي بيشتغل في المحاماه.